بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا موقع اسمه ابس جايسر، ده سهل جدا، بيخليك بكل سهوله ومن غير ما تكتب اي شفر كود تعمل برنامج ليك على الاندرويد وتقدر تشغله بسهوله جدا زي ما نشوف مع بعض. الموقع اول ما بيفتح تبدا تشوف ايه الحاجه اللي انت عايز تعملها. وليكن مثلا عايز اعمل ويب سايت، تقدر تعمل ماسنجر وتدي للناس بحيث كل اللي استطاعوا يبداوا يتكلموا مع بعض. تقدر تعمل براوزر، تقدر تعمل راديو ستريم، تقدر تعمل صور تبقى زي مسابقات، يعني صور تبقى تتقطع، يعني تجرب ترفع الصورة هو يبدأ يقطعها ويقول للراجل رتبها عشان ايه تبقى عملت المسابقة ديت. يبدأ تقدر تعمل مسابقات بكلمات انجليزي، تمام. ففي حاجات كتيرة جدا تقدر تعملها بسهولة جدا ومش متطلبة فهم البرمجة خالص، تمام. انا هقول مثلا عايز اعمل الويب سايت بتاعي برنامج، تمام، بحيث ان اللي يدوس عليه يدخل يلاقي الموقع اهو، تمام. طيب انا هقول له خد الموقع بتاع bimarabia.com، تمام. هقول له انا عايز اشوف الموقع. مجرد ان هو يفتح البرنامج هيبدا يشوف الموقع بتاع bimarabia بالشكل دوت، ويقدر يتصفحه ويقدر يشوف الفيديوهات، تمام. في واحد تاني يعني في اختيار تاني تبقى عامله اليوتيوب، بحيث اول ما يفتح يشوف قناتك على اليوتيوب. هقول له نيكست، تمام. بيقول عايز تسميه ايه؟ هقول له سمهولي bimarabia. خلي بالك انا ما كتبتش حاجه خالص، ما عملتش اي شفره ولا حاجه خالص، مجرد ان انا اديت اسم الموقع. بيقول لي اكتب ديسكريبشن. الديسكريبشن ده بيفيدك لما ترفع البرنامج دوت على اي موقع مثلا زي جوجل بلاي او كده، الناس تبقى عارفه انت بتكتب ايه. فهقول له ده لو انا جيت هنا في الانجليش اديشن، يعني ممكن اخد اي كلام كده مثلا من هنا احطه ده في الديسكريبشن واقول نيكست. بيقول اختار الايقونه، فممكن توافق على دي او تقول له كاستم وتبدا تعمل ابلود لاي صوره عندك بالمقاس بتاع الايقونه. وليكن مثلا اي صوره لقيناها اهو، ده هتبقى الايقونه اللي على الموبايل اللي انت حطيته عليه الابلكيشن. طيب ايه اللي بعد كده؟ مجرد بس بتدوس كرييت، يبقى انا كده عملت برنامج. بيقول لي اكتب بقى اعمل حساب ليك ريجستر او ادخل عن طريق، يعني اعمل حساب ليك بحيث ان انت تدخل. فممكن تعمل حساب او ممكن تقول له لوج ان. بمجرد ما بتعمل لوج ان او تعمل لنفسك حساب، بتدخل على الشاشه ديت، تقدر تشوف الموقع بتاعك اهوت. تقدر تعمل بابلش للموقع دوت او الابلكيشن دوت على جوجل بلاي، او تقدر تحمله. يعني لو انت قلت له جوجل بلاي بيطلب منك بعض الحاجات، ان انت مثلا تديله توافق على الاتفاقيه، ان انت بيحتاج هو ان انت تديله كذا صوره، تديله وصف، تمام. هو بيشرح لك الخطوات اللي انت عايز تعملها، ان هو ما يكونش بيحتوي على اي حاجات للكراهيه، ما يكونش فيها اي حاجات لا اخلاقيه، تمام. بيبدا يقول لي ارفع بعض الصور، اربع صور، تبدا ترفع اربع صور ليك. وبعد كده لما بتخلص خالص بيروح مدخلك على الموقع بتاع ديفلوبر على جوجل بلاي، بحيث ان انت ترفع الموقع بتاعك. طيب ممكن انت تقول له داونلود، تروح محمل البرنامج، تمام، وتبدا تبعته لاصحابك. مجرد تاخد الرابط دوت، الرابط ده تبقى تحطه على الفيسبوك او تحطه لاصحابك، الناس يلاقوا التطبيق فيبداوا يسطبوه ويبقى شغال عندهم بدون اي مشاكل خالص. تقدر تعمل شير للتطبيق وللرابط دوت على الفيسبوك وعلى التويتر وعلى جوجل. تقدر تعمل ماركتنج، تقدر ترفعه على الامازون، تقدر ترفعه، يعني تقدر تعمله بابلش على كذا مكان. وفي حاجة تانية اللي هي لو انت مشارك في موضوع الاعلانات زي جوجل ادنس، بس هو في حاجة خاصة بالموبايلات، تقدر تكتب الرقم هنا فهو يوافق عليه، اللي هي ديت اهي، بتديله الرقم اللي هو اد بي موبايل، تمام. ده حاجة عاملة زي جوجل ادنس او مرتبط بجوجل ادنس بس خاص بالموبايلات، تمام، بحيث ان انت اللي تظهر اعلانات عندك وتاخد نسبة من الارباح اللي هتظهر، تمام. يبقى انت كده عرفت ازاي تعمل موبايل من غير ما تكتب اي كود، وازاي تكسب منه فلوس لو انت البرنامج انتشر والاف الناس بدأت تشوفه، فتقدر تحط اعلانات بسهولة وتقدر تكسب منها، تمام. يعني اد موبايل ده بيديك كود تكتبه هنا وتقول له سيف، خلاص يبدأ الاعلان تظهر وتبدأ تكسب انت فلوس.